كدابه كيف السواق القلابه يا عم؟ هي ناقصه شعر؟ ما انت مشعل لوحدك. هو ناقصه شعر ولا ناقصه خانقتك انت؟ ايه يا ادو تربي عند حلاق ولا ايه؟ انا قلت اخد بيدك. انت مال ابوك انت تاخد بيد ولا ما تاخدش بيد؟ انا هي ناقصه خانقتك يا اخي. جت سليمة يا بيه، الحمد لله. الناس حربوك من الأتوبيس ومشيوا. الساعة كام؟ الساعة 12 ونص. إيه؟ 12 ونص؟ لو سمحت، أوضة بركات الصغير رقم كام؟ بركات الصغير بتاع الكورة. بتاع الكورة مش بتاع البليلة، بتاع بركات الصغير بتاع الكورة. هشوفه لحضرتك ساعة واحدة. يا سيدي ساعة إيه؟ الراجل هيطير مني. خلص شوفه. شوفه الصغير. بالراحة عينك. اتفضل. خد بس الواد بركات ده حتة لعيب. شفت الكرة اللي شالها من فلافينو؟ يا سيدي فلافينو مين؟ فلافينو مين؟ في لعيب اسمه فلافينو؟ اه اللي هو لونه بني محروق ده. يا سيدي بني محروق وانت طالب قهوة سادة؟ اسمه فلافيو. فلافيو خلص. حاضر. ايه ده؟ خلص. اصل انا بيني وبينك لسه متعلم على الكمبيوتر جديد. ما شاء الله. انا هدخل اعمل لك بحث عن طريق الاسم. يا سيدي اعمل بحث عن طريق الاسم، عن طريق المحافظة، عن طريق المديرية، بس خلص اللي جابه امي. حصل ايه ده؟ اتفضل يا سيدي. جناح 22/16. ايوه الدور ال 22 قاعة المؤتمرات. فخس على اللي عينك. انا جاي امضي مع بركات. ايه اللي جاب محمد نجم هنا؟ زي اللي بيلمعوا جزم. طب روح انت دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا بعدين. طب بكر بيه عملت لي ايه في الموضوع بتاع رشدي بيه لما قلت لك كلموني عشان عايز قرشينات؟ بأمرت ايه؟ شطارتك ولا خيابتك؟ شطارتي ايه وخيابة ايه؟ وانا طالع بملحق. انا بقول لك اللي حصل ده غصب عني، اعمل ايه؟ انت عارف انت سبب في خساره قد ايه؟ وكمان جاي تطلب فلوس؟ يا بجعتك يا اخي. الله في ايه يا بكر بيه؟ بجعتك في ايه؟ الله ما انا ياما جبت لكم انضاءات لعيبه، وجبت لكم لعيبه من غير انضاءات، وجبت لكم لعيبه مالهاش دراعات عشان تمضي اساسا ومضيتها. انت عارف انا بوشك محفوظ، لو عايز تمضي بوش امضيهولك واجيبهولك اقعدهولك في الاحتياطي ويسخن طول الماتش كمان. اصحوا انتوا من غيري ولا تسعوا عندك. انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد عينيك؟ اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم. اكل مين ومشرب مين؟ يلا واحنا شغالين عند تابعي. انت بتقول لنا الكلام ده؟ بقول لك انت الكلام الساعات نيلت. بقول لك انت الكلام ده. ايوه بقول لك يا بكر بيه عايز نسبتي في اربع لعيبه. وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه. في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا، مش فاهم ليه. عضله ايه دي؟ عضله كذب طالعه لي هنا، مش فاهم، مش هضمها. انت مرفوض. ما مرفوض مرفوض يعني انا هنضربك من قلب الجنه ولا هنضربك من قلب الجنه؟ طب يلا سلم العقود اللي معاك، وسلم اللابتوب اللي معاك، وسلم الصورات اللعيبه اللي معاك. ايه اللي سلم؟ سلم انا اسوق. سلم نفسك البيت محاصر يا حراميه. اخرس
Shut your fucking mouth! لا! اوعى زمزم! الا فاكر دي! فاكر دي نعرفها بالافلام الاجنبيه! مش انا اللي اتعلم يذهب للجحيم يا بكري! مش انا فاهم انجليزي كويس! انت ما قلتش اطلع بره بدل ما اجيب لك الامن خرجك بره يا حيوان! انا حيوان! ايوه حيوان! انا حيوان! ايوه حيوان! شريط امي يا ابا! تعالى! كويس ان انت سقت يا بوسكت بعد اللي حصل ده اعصابي بايظه خالص ما كانش المفروض تعمل كده مع بكر بيه ده انت بهدلتني انا صحت يا بوسكت انا اترفدت كمان يا بوسكت يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خايب ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه لعلمك بقى اللي مش عاجبك ده يا بوسكت انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك عشان كده هو راح وانت جيت ماشي يا بوسكت ماشي خلاص اوعى تزعل مني يا بوسكت انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان خلاص خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا سمسم يا دي الكارثه السودا ساعه مين اتولع دي هي بتاعت انا بتاعت انا عارف يا عم ما تفولش يا سيدي انا ما بفولش انا ما بفولش انا بقول لك دي شقيت انا خلاص الله يا ساتر الشكر دولة انزل يلا اجل انزل بجلدك مش حاسبك ما حصل يا بوسكت حاسبني انزل وانفل بجلدك يلا بقى يلا يا راجل يا رب بركاتك يا ست الزلزالة بوشكاش محفوظ ده خلاص بقى كارت محروق تخيلي يا هانيا مصر كلها بتتكلم على العلقة اللي كانها في مكتب بكر بس ده خبر حلو برضو طب وين حلو في كده يعني حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل اسمع من الاخر كده انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش محفوظ ده اوكي هجيب السلسلة يعني هجيب السلسلة أعدك يا هانيا العمل ايه يا معلم؟ اقتله يا لا بص عليه ماتوا ايه ده وانا كمان لا 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 عنك ما جيت يا زمزم انا هخطف السلسله من المستقبل توفى بقى قبل ما اتنايل اخد السلسله ربنا يسوقك يا زمزم انت فين مفيش غير ان انا اروح اعرض عليه رشوه على طول بس ساعتها ممكن يلبسوني قضيه مكرمه نعم بونجور مسيو بونجور حضرات الساده المشاهدين ان هذه المتهمه الماثله امامكم قد أخذت السلسلة عامدة متعمدة هازلة بكل القوانين عامدة يا
مقتول. لا لا مش انا خالص. خش يا زمزم الكلب باسرك ده واخسر. خش يا حرامي يا حرامي دي بالشده يا حرامي. يا لا اوعى اوعى يا حرامي. بيصيح الشنطة من المزيل. خلي بالك من نفسك. معاك تاكسي ولا راح؟ اسمه تاكسي. انت عارف الفيديو ده لو وقع في اي حد تاني اللي ممكن يحصل؟ يا باشا انت قلقان ليه؟ اذا كان الواد المصوراتي مات. ايوه بس مين قالك ان الفيديو ده مش ملعوب لحساب حد تاني؟ اسمع يا بكر، انا عايز الفيديو ده باي تمن. مش بعيد ابدا الواد ديمتري ده يكون هو اللي صوره. لا ديمتري ما يعملش كده، ده راجلنا من زمان. المساله ما توصلش معاه لكده. وبعدين انا مش عارف احنا ليه عملنا معاه كده. ومالك بتدافع عنه كده زي ما يكون جوز خالتك؟ لا وانا هدافع عنه ليه؟ انا شاكك في هانيا الغندور. الثقه اللي كانت بتتكلم بيها معناها ان هي مأمنة نفسها بحاجه. 100 100 هي اللي بعت لك الواد المصوراتي ده. مصوراتي؟ ازاي الموضوع ده ما جاش على بالنا قبل كده؟ اسمع بكر، انا عايزك تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه ده بالحرف الواحد. يسير هنا؟ ميرسي قوي على الشكر يعني التوصيله دي. بجد 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 من قلبي انا بشكرك جدا. العفو عليا. ممكن اطلب منك طلب؟ انت رجعتي ورا وانا هعضك ولا ايه؟ رجعتي ورا كده. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. وانا هشوفك تاني. ايه؟ بص يا ستي، ده الكارت بتاع الجيم بس كتبت لك عليه نمرتي. طيب اوكي شكرا قوي. بس انا ما كنتش عايز الكارت ده، بس هخليه. بقول ايه؟ انا اسف، عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بصراحه يعني انا لبس كده كويس؟ كويس، اشمعنى؟ بصراحة يعني احنا جايين ضيوف، فضيوف يعني عارفة اللي هم بالكده، فناس محترمة. ما قلت لك كويس ليه؟ حاسس انه يعني شعر صدري هنا كده شكله كده عارفة بايخ، مش عايزه حاجة كده تكسره صح؟ ها؟ سلسلة يعني ساعة، يعني لو سلسلة بقى وفيها ساعة يا تبقى حاجه جميله. فانت بقى معاكيش السلسله فيها ساعه؟ لا معيش. انت تصعبط يا بنت. ايه ده؟ انا ايه ده؟ ايه ده في قله ادب كده وسفاله كده؟ ده انا اسف جدا والله. باي. طب استنوني تحت في البوكس. تمام يا فندم. قولي لي يا حاجه، هو المرحوم لما حصل اللي حصل ما كانش ليه اصحاب؟ حد منهم كان معاه ساعه الحادثه عشان نعرف منه اي معلومه تدلنا على القاتل؟ والله يا ابني هو جري مسرع على التليفون. طب التليفون ده من واحد ولا من واحدة؟ مش عارفة واحد ولا واحدة. أنا قلبي بيوجعني قوي. هحاول أفتكر بس كان واحد ولا واحد. وحابة أجي أقول لكم في الاسم. لا بلاش إسام، ابقي اتصل بيا شخصيا. إحنا كلنا أولادك. بالسلامة يا ابني، ربنا ينور لك طريقة. افتح يا حاج طه، الجرس هيموتني. مساء الخير يا حاج طه. ايه ده؟ رايح فين؟ مين؟ انا. انت مين؟ انت بعد ما لبست النضاره برضه مش عارف انا مين؟ ايه لابس شامبر بس ولا ايه؟ انا نسيبك بوشكش. بوشكش. وايه اللي في وشك ده؟ انت بتاكل ايه؟
باكل ايه ايه؟ ده عضيت لساني. لا 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 دي لوكمان. والله عضت لساني انا. خش. والله عضت لساني. ادخل 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 وقف الباب وراك. مش بقول لك لوكاميه كسرت عندك ايه تاني بس يا حاج؟ لا دخل العيال بوشكش وسط بوشكش. اتصرف يا حاج. بس يا دي انت وهو انا فكروني بيا انا وانت. يا لهوي ايه ايه اللي في وشك ده؟ ايه ده اللي في وشي ايه؟ يا ستي ما انت نت هتقضيني زيه. عضيت لساني. لا دي لوكاميه. والله عضيت لساني والله. بقول لك لوكاميه. يا عم قول لها حاجه يا حاج طه بقى. انت شكلك جعان. احضر لك لقمه. لا مش عايز اكل، انا عايز اريح شويه بس. وماله؟ اعمل لك كوبايه شاي بلبن وطبق كده فيه شويه قرص وشريك. قرص وشريك؟ يا ما انا داخل ادفن يا تهاني. انا عايز انام. ما تقول لها حاجه حاج طه بقى. خلاص سيبيه براحته. انت مش عايز قرص، شيل القرص. عايز بس يعني حته تلكه كده. لوكاميه صح؟ ايوه لوكاميه. حضر حضر في الحمام. على ايديه ورجليه ولا ايه؟ تعالى انام في الكنيف احسن ما ينام جنبك. ليلتك سودة من اولها. يومين ويعدوا. ايوه ولا شريف. ابوي يخرب عقلك فيضان. ايه؟ مين؟ خاله؟ ايوه حبيبي خالي. ايه اللي جابك عندنا؟ اهو لقيت نفسي مقصر في حقي ولاد اختك يا خال. يعني انت عايز تخلص اللي شقيتي ولا تقول تقعد يومين؟ تقعد يومين مع مين؟ هنا معاك عشان تشبع من خاله بقى يا واد. انا عايز اقعد لوحدي في الاوضه. ايوه حبيبي، حد يكره انه خاله حبيبي يقعد معاه كده ويبقى فرحان بيه بدل ما تقول الحمد لله على سلامتك؟ يا عمي بقى انت هتشحط. يا عم بلاش السقفه بتاعت اهلك بقى دي. انت رخم اقوص. انا رخم بوشكاش. بوشكاش يلا صباح الخير، حضرت لك الفطار. قوم بقى. الله، امال فين الواد شريف؟ شريف يا شريف. شريف 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 يا محلل كومودينو نايم. عايز ايه؟ معكش يا حبيبي سيح سن رفيع بتاع شاحن. شفت بقى انك رخم. خلاص خلاص نام نام. لا ده البلا شبه البطريق، منك حيوان ولا منك بتطير. السلسله هاني الغندور. هو المكان نفس الرسمه. حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ انتوا ارخص ولا عايز الدخيله؟ بيس يا مان بيس. بيس لو سمحت خلي دي في الامانات عندك. لا
اسف جدا، اندمجت في التمرين ف سلام عليك يا بنتي هانيا. الواد جاب رجليه. ايه ده؟ هانيا؟ يا خبر ابيض، هانيا؟ انت هانيا؟ انت لابسه ده فضحتني. بوشكش ستايل، بوشكش ستايل. طيب تعالى نتدرى كده في اي حته. نتدرى ليه واحنا هربانين من الطار ولا ايه؟ تعالى نتدرى نتمشى. والله فكره هايله، يعني عشان خاطر كمان التمشيه حلوه وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلوه ولا ايه؟ هي الفوره من كام؟ فوره ايه؟ ده تلعب كوتشينه. اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ اجري يا بوشكش. اجري؟ اجمل. لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري خاف ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شويه هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجله قدامي. ايه في ايه؟ ضربت ايه؟ رجلي اتلوت. رجلي اتلوت؟ اه. مين اللي زعلها؟ الحقني سندني وشلني. الحقني سندني وشلني التلاته مع بعض؟ الحقني سندني وشلني. انا مش قادر انفع، مش قادر انفع، مش قادر اخد نفسي. انا نفسي هيتقطع يا هانيا. ايه اللي انت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني احنا هنفضل تحت رحمه الست دي لغايه ما تفتكر مين اللي كلمه بالتليفون؟ بعدين افرض انها مكالمه غراميه ولا اي قرف في النوع ده. يا رشدي بيه انا بجري ورا اي خيط يوصلنا للاسطوانه. انا هخلي الرجاله يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وانا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكش اخلص صفقه اللعيب الجديد. لعيب ايه وزفت ايه؟ انت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكش مش موضوعنا دلوقتي.